انا تحديت وقلت له ما ودي الى دلع سيد الوكيل العام بما يفيد وقوع صفقه ما بين دوك الناس اللي عطاو العربون لروسيا باش يشريو دبابه، انا نحيد البيدله ديالي، انا متاكد وغنبدل المينا، غنحيد البيدله غادي نتنازل عليها وغندير شي مينا اخرى. كذلك قلت الى تم الادلاء بما يفيد بانه راه المغاربه سحبوا الاموال ديالهم من البنوك المغربيه في اوروبا ولا في هولندا كما جا في المكالمه، وكذلك الى دلاو بما يفيد بانه راه كاين احباط لمحاوله لدخول سياره محمله بالاسلحه، غادي نزول الناس البيدله. وقلتها المره الرابعه كذلك فاش قلت لهم ما هي الصفه التي تم الاتصال بها مع حميد. قلت لهم حميد خصو يطبق عليه القانون الصحفه ماشي القانون الجنائي، اللي هو قانون الصحفه ما تيخلي حميد ما يتعتقلش. قلت لهم الا تم الادلاء بشي صفه اخرى من غير الصفه ديال الصحفي واثناء عمله كذلك قلت لهم غادي نزول البيدله ديالي، حيت قلت لهم مثلا واش اتصل به حيت نسيبو حيت عنده شي علاقه صحبه، حيت اتصل به حيت هو صحفي تيقول له خبيرات باش يخرجوهم في الموقع بديل ديالو. هذه هي الامور بخلاصه، لانه انا كنتكرف هذيك الساعه بنظام وبنقطة يعني بعد نقطة بشكل متوالي ومنظم. دابا بغيت نعطيكم الخلاصة وصافي. إذا هذا تحدي رفعته أنا وعارف بأنه ما غاديش يدلي بها. باقي هذا التحدي ما باقي تحدي، أنا غنتظروا النقاش باقي قائم. نعرف بانه واش كاينه صفقه وعيب الله، واش كاينه صفقه، واش العربون، واش الدبابه كتشرب العربون، راه الناس عاطين العربون لروسيا، واش روسيا، واش راه ما يعني شنو نقول لك.